يا أهلا بالفيلموية. النهاردة هنتكلم عن واحد من الأفلام المفضلة بالنسبة لي، فيلم الأكشن والإثارة تريسباس. بيبدأ فيلمنا بالبطل كايل ميلر، هو سمسار بيعقد صفقات لبيع قطع الماس، وبيكون راكب عربيته البورش وبيتكلم في موبايله وعمال يعقد صفقات مع مستثمرين. بيوصل البيت بيسلم على مراته سارة وبنته أفري، وبيفضل متابع شغله على التليفون ومش مركز خالص مع بنته اللي بتطلب منه انها تروح تحضر حفلة مع أصحابها، بس هو بيرفض كده من غير سبب، بيرفض عشان مراته رافضة. بتتضايق بنتهم أفري وبتقول لهم أنا زهقت من معاملتكم ليا كطفلة، وبتسيبهم وبتطلع أوضتها. بتقرر انها تحضر الحفلة حتى لو بابا ومامتها رافضين. بتخرج من اوضتها وبتقفل وراها بالمفتاح وبتتسحب وبتخرج من البيت وبتنط من الجنينه من غير ما حد ما يحس، وبتركب مع صاحبتها اللي بتكون مستنياها بالعربيه وبتاخدها وبيروحوا الحفله. في نفس الوقت بيكون باباها خرج هو كمان يكمل صفقاته في بيع الماس. لما بيرجع بيلاقي مراته قاعده لوحدها ومتضايقه انه على طول مشغول وسايبها لوحدها. بيحاول يقنعها انه طول الوقت بيشتغل عشانها هي وعشان بنتهم، وبيقطعهم اتصال من شرطي. بيكون واقف قدام البيت وبيبلغه انه محتاج يدخل عنده البيت عشان في عمليات سرقه حصلت في المنطقه، ومحتاج يتاكد ان مفيش مشاكل عندهم. بيقلق كايل وبيطلب من مراته ساره تطلع تنادي بنته افري. لما بتطلع بتلاقيها قافله باب اوضتها بالمفتاح ومش بترد، فبتجيب نسخه تانية من المفتاح وبتفتح الاوضه وبتكتشف ان بنتها مش موجوده في البيت، وبتبلغ جوزها اللي بيكون بيفتح الباب للشرطي. بس كايل بيتفاجئ باربع مجرمين لابسين لبس شرطه مغطيين وشهم وهاجمين عليه. بيصرخ وبينادي على مراته سارة عشان تهرب. فعلا بتطلع تجري وبتحاول تهرب منهم. بتركب العربية وبتسوقها، لكن بتضطر تقف لما بيظهر في طريقها المجرم العملاق اللي بيكون ماسك جوزها وموجه على راسه المسدس. بيمسكوها هي وجوزها وبياخدوا منهم موبايلاتهم وبيكسروها. بيدوروا على بنتهم أفري بس بيكتشفوا انها مش موجودة في البيت. بيقولوا مش مهم، لما تيجي هتلاقينا في انتظارها. من الواضح انهم متكتكين لهم ومراقبينهم من فترة وعارفين أدق تفاصيل حياتهم، وبيسألوهم عن الباسورد الحقيقي اللي بيوقف أجهزة الإنذار، فبلاش يتلعبوا بيهم ويدوهم الباسورد الوهمي اللي بيتصل بالشرطة. هنا بيحس كايل انه محاصر، حتى وسائل الحماية السرية اللي شبه الباسورد الوهمي اللي كانوا ممكن يستخدموه وينقذهم المجرمين طلعوا عارفينه. لما بيسألهم كايل انتوا عايزين مني ايه، بياخدوه هو ومراته لمكتبه، وواحد بيكون موجه على راس المسدس، التاني واقف جنب الخزنة بتاعت كايل اللي كايل مخبيها تحت صورته. واضح انهم ما بيهزروش. بيطلب منه يفتح الخزنة وبيقول له انهم هياخدوا كل اللي في الخزنة سواء فلوس او ماس، واكيد شركة التأمين هتديله تعويض عن اي حاجة هم هياخدوها منه، وبكده محدش فيهم هيكون خسران. بس كايل بيرفض انه يفتح الخزنة. لما بيهددوه بقتل مراته بيقول لهم انه لو فتح لهم الخزنة وخدوا منها الماس مش هيعرفوا يتصرفوا فيه، لانهم لما يجوا يبيعوه من غير فاتورة هيكتشفوا انه مسروق، وبكده هم هيحطوا نفسهم في مشكلة وهيتقبض عليهم. لكن في طريقة تانية يقدروا يبيعوا بها الماس من غير ما يتقبض عليهم، وبيعرض عليهم انهم يخلوه شريك معاهم، هم يسرقوا الماس وهو هياخد تعويض من شركة التأمين، وبعدها هياخد منهم الماس يبيعه ويتشاركوا في تمنه، وبكده يكونوا كلهم كسبانين. لكنهم بيرفضوا العرض اللي عرضه عليهم كايل، وبيحس انه بيتلاعب بيهم عشان ينقذ نفسه هو واسرته، وبيقولوا له افتح انت بس الخزنة، بس هو بيصر على رفضه فبيمسكوا مراته سارة وبيهددوه انهم هيقتلوها. سارة بتخاف وبتطلب منه انه ينفذ كلامهم ويفتح لهم الخزنة، بس كايل بيقول لها ان طول ما الخزنة مقفولة هم في امان ومحدش هيقتلهم، لكن لو فتحناها لهم هيقتلوهم. وبيقول لهم خلاص سيبوا مراتي تخرج بره البيت وانا هفتح لكم الخزنه، فبيرفضوا. واحد من المجرمين اللي هو المجرم الضخم بيضرب ساره وبيوقعها على الارض. بيجري عليه كايل عشان يضربه، بس المجرم هو اللي بيضرب كايل وبيوقعه هو كمان على الارض، وبتقع منه نظارته اللي ما بيشوفش من غيرها. بيفضل يدور عليها وبيبقى مش شايف ايه اللي بيحصل. المجرم الضخم بيمسك ساره وبيحط السكينه على رقبتها، بس المجرم الشاب ما بيستحملش وبيطلع مسدسه وبيطلب من المجرم العملاق انه يبعد عن ساره والا هيقتله. بيتدخل المجرم الثالث اللي هو بيطلع الاخ الاكبر للمجرم الشاب، وبيقول له ما تخافش محدش هيأذيها، فبيسيبهم بعد ما بيقول لهم لو حد قرب منها هقتله، وبيبعد عنهم وبيفضل يخبط ويكسر في الحاجات اللي حواليه. بعدها بيفتكر ساره لما شافها اول مره لما كان جاي يركب عندهم كاميرات مراقبه، اعجب بيها من اول ما شافها. لما خلص شغله وكان رايح يبلغها انه هيمشي، دخل عليها لقاها بتكلم جوزها كايل في التليفون وبتشتكي له انه سايبها على طول لوحدها، وبعدها بتقفل معاه وبتفضل تعيط. بيشوفها بقى يا عيني الغلبان وبتصعب عليه، ولما بتشوفها بيقول لها انه كان جاي يبلغها انه خلص شغله وماشي، بتشكره وبيمشي.
من هنا بنعرف انه بيدافع عن سارة لانه كان يعرفها قبل كده، وانه من اول ما شافها وهو مهووس بيها ومتخيل انها هي كمان بتبادله نفس الشعور. بنروح بقى لأفري، بترجع بيتها قبل ما باباها ومامتها يحسوا بغيابها، وبتدخل البيت من نفس المكان اللي خرجت منه، ولما بتوصل عند اوضتها بتسمع صوت دوشه، بتنادي على باباها ومامتها اللي اول ما بيسمعوا صوتها بيصرخوا وبيقولوا لها هربي. بتحاول تهرب وبتجري، بس المجرمين بيمسكوها وبيودوها المكتب مع باباها ومامتها. لما بتشوفهم هما مضروبين بتتخض وتفضل تعيط. كايل بياخدها في حضنه وهي ومامتها وبيفضل خايف وبيعيط عليهم لانه مش عارف يحميهم ومش عارف يتصرف مع المجرمين. واحد من المجرمين بيهددوا ببنته، لكن سارة ما بتتحملش تسمع انهم ممكن يأذوا بنتها، فلما بيقرب المجرم منهم بتمسكه وبتطلع الحقنة اللي سرقتها من واحد منهم وبتهددهم انها هتحقنه بالحقنة اللي معاها لو ما سابوش بنتها أفري تمشي. فالمجرم الضخم بيخرج أفري برا البيت، وبعدها بتطلب سارة من جوزها كايل انه يفتح لهم الخزنة بقى عشان يخلصوا. بيضطر كايل انه يفتح الخزنة، بس كلهم بيتصدموا لما بيلاقوا الخزنة فاضية، ما فيهاش لا فلوس ولا ماس ولا أي حاجة. لما بيسألوا كايل عن الفلوس بيقول لهم انه معهوش فلوس وانه حط كل فلوسه في شراء البيت اللي هم عايشين فيه دلوقتي، بس المجرم الشاب بيأكد انه كذاب لانه وهو بيراقبه شافه بيستلم مبلغ كبير، بس بتتفاجئ بصوت منبه بتاع ساعة شغال في جيب الجاكيت بتاعها. دي الساعة اللي حطها لها المجرم الضخم في جيبها قبل ما يمشيها. بتطلعها من جيبها وبتحاول توقف المنبه بسرعة، بس بيكون المجرم حدد مكانها وبيمسكها وبيرجعها تاني للبيت. بعدها المجرمين بيختلفوا مع بعض لما عرفوا ان الخزنة فاضية ومفيهاش اي فلوس، لكن واحد فيهم بيشوف صورة سارة وهي لابسة عقد مرصع بالماس وبياخدوا سارة عشان تجيب لهم العقد ده، وبيربطوا كايل وبنته أفري وبيقرروا انهم هياخدوا العقد ويقتلوا كايل ومراته وبنته ويهربوا. بس كايل بيطلع ذكي وبيقنعهم ان العقد مزيف وبكده بيقدر يحافظ على حياته هو وأسرته، وبيقول لهم ان الماس الاصلي ما بيتكسرش. لما بيحاولوا يكسروا العقد بيكسر، فبيصدقوا الكلام اللي اقنعهم بيه كايل. في الوقت ده بيكون كايل فك ايده وبيمسك كرسي وبيكسر بيه لوح ازاز، فبيشتغل جهاز الانذار في البيت كله وبيوصل بلاغ للشرطة، وبتحاول سارة تهرب هي وبنتها أفري، وكايل بيحاول يهرب من المجرم الضخم اللي ماسكه وبيضربه وبيحاول يحقنه بالحقنة اللي معاه، بس بيحصل العكس والمجرم هو اللي بيتحقن بالحقنة بالغلط وبيفقد الوعي وبيقع على الارض. بيروح كايل يدور على مراته وبنته وبياخد معاه البندقية اللي كانت مع المجرم الضخم قبل ما يفقد وعيه. بيوصل كايل لبنته اللي بتكون وصلت لها حبيبة المجرم وموجه المسدس على راسها، فبيهددها كايل بالبندقية اللي معاه، بس للأسف بيكون وراه المجرم الشاب اللي بيرفع عليه المسدس وبيمسكهم مرة تانية. لما الشرطة بتتصل عشان تتأكد لو في مشكلة بسبب جهاز الإنذار اللي اشتغل، المجرم بيجبر أفري إنها ترد وتبلغهم إن جهاز الإنذار اشتغل بالغلط، وكمان بتقول لهم كلمة السر اللي بتلغي الإنذار، وكده الموضوع بينتهي. بعدها المجرم بيضرب كايل بطلقة في رجله عشان يجبره إنه يعترف بمكان الفلوس. في الوقت ده بيوصل شرطي قدام البيت، ولما بيرد عليه واحد من المجرمين على أساس إنه كايل وإنه هو صاحب البيت، بيطلب منه إنه لازم يوقع على إقرار معاه عشان يتأكدوا إنه تم إيقاف جهاز الإنذار بناء على طلبهم، فبيطلع له. لكن المجرم الشاب بيقتل الشرطي لما بيلاحظ من نظراته إنه كشفهم. لما بيرجعوا لكايل بيقرر المجرم إنه يقتله، وبيوجه المسدس ناحيته بما إنه معهوش فلوس، بس بنته أفري بتنقذه وبتقول لهم إنها ممكن تجيب لهم الفلوس اللي هم عاوزينها من صاحب الحفلة اللي كانت فيها، وإنه غني وإنها ممكن تجيب منه فلوس. بيوافقوا على كلامها وبيبعتوا معاها حبيبة المجرم اللي معاهم، وبيحذروها إنها لو ما رجعتش أو لو بلغت عنهم هيقتلوا باباها ومامتها. بتركب أفري العربية وبتسوقها بسرعة، وبتكون رابطة حزام الأمان وبتفك حزام البنت اللي معاها اللي تبع المجرمين، وبتخبط العربية وبتخلص من البنت اللي معاها وبتاخد منها كمان المسدس وبترجع عشان تنقذ باباها ومامتها. في الوقت ده بيفوق المجرم الضخم اللي كان فاقد الوعي، وبيشوف المجرم الشاب اللي مهووس بسارة وهو بيحاول يهربها وبيمسكه وبيضربه وكمان بيحاول يقتله، بس بيجي المجرم التاني بيضرب المجرم الضخم بالنار وبيقتله. في الوقت اللي المجرمين كلهم مشغولين وبيخلصوا على بعض، بيهرب كايل هو ومراته بس ما بيلحقوش. بيمسكهم المجرم وبيحاول يخنق سارة وبيضرب كايل بالنار، فبيوصل المجرم الشاب اللي لما بيشوف أخوه بيحاول يقتل سارة بيزقه عشان يسيبها، فبيقع على حيطة بتنزل منها كمية كبيرة من الفلوس، وبكده بيكونوا اكتشفوا المكان السري اللي كايل بيخبي فيه فلوسه. بيقرر المجرم انه يتخلص منهم بعد ما خلاص لقى الفلوس، وبيوجه المسدس ناحية كايل وسارة عشان يقتلهم. في نفس الوقت
بتكون وصلت أفري وبتحاول تنقذ باباها ومامتها، وبتوجه المسدس ناحية المجرم اللي بيكون موجه المسدس على مامتها، فبيضطر المجرم الشاب اللي مهووس بسارة انه يقتل اخوه عشان ينقذ سارة، وبعدها بيجمع الفلوس اللي لقاها عشان ياخدها ويهرب. بس كايل ما بيسيبهوش، وبيكون في بنزين على الارض جنب الفلوس، فبيولع كايل الولاعة وبيرميها على البنزين، فالفلوس بتولع وبتمسك النار في المجرم الشاب اللي زي لهبل بيكون يحاول يجمع الفلوس قبل ما النار ما تمسك فيها، فبتمسك فيه هو وبيموت. وبكده بيكونوا اتخلصوا من كل المجرمين وبيخرجوا هما التلاتة من البيت أحياء. في النهاية لو عجبك فيلم النهاردة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل التنبيهات عشان لسه عندنا ملخصات نارية. أشوفكم الحلقة الجاية. سلام.